اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يخ مختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالت اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانت بديع السماوات والارض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال لو تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.